السلام عليكم. عليكم السلام، الحمد لله. تفضل. الله يسلمك. ماتت أمي يا شيخ. الله يرحمها رحمة واسعة، والدينا والمسلمين والمسلمات. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل شيء أعمله لا يا مولانا؟ أولا الدعاء، الاستغفار، الصدقة الجارية إن لم تكن حجت حج عنها إن استطعت، إن لم تكن اعتمرت اعتمر عنها إن استطعت. صل من كانت أمك تصل، إن كان عليها نذور أو ديون فأدها عنها. بارك الله فيك. أفضل أنواع الصدقة الجارية بس معلش. ما في نص في الأفضلية، تختلف باختلاف القدرات واختلاف الأحوال واختلاف الأماكن. لازم يكون من مالها ولا من مالي عادي؟ يجوز كل شيء. الله يبارك فيك.